ما أنت الصاحب في السفر والخليفة في اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. حضرات السادة الضيوف، أهلا ومرحبا بكم على متن طائرات مصر للطيران. سوف نعرض على حضراتكم الآن بعض المعلومات التي تخص سلامتكم على هذه الطائرة. أثناء الإقلاع والهبوط يجب وضع حقائب اليد وأمتعتكم الشخصية بالأرفف العلوية المخصصة لذلك أو أسفل المقعد الذي أمامكم، مع التأكد من وضعها بطريقة سليمة حتى لا تسقط أثناء فتح الأرفف. جميع المخارج والممرات يجب أن تكون خالية من أي عوائق. أثناء الإقلاع والهبوط يجب إعادة موائد الطعام والشاشات إلى أماكنها، مع التأكد من إحكام غلقها، وضع ظهر المقعد في وضع رأسي معتدل. فتح ستائر النوافذ، يرجى غلق كل أنواع التليفونات المحمولة طوال الرحلة وحتى فتح أبواب الطائرة بمحطة الوصول، كما أنه ممنوع استخدام جميع أنواع الحاسبات الشخصية والكاميرات وألعاب الفيديو أثناء الإقلاع والهبوط، حيث إن هذه الأجهزة لها تأثير مباشر على أجهزة الطائرة الملاحية. يستثنى من ذلك الأجهزة المساعدة على السمع وجهاز تنظيم ضربات القلب. يجب اتباع إشارة ربط حزام المقعد عندما تضاء. لربط حزام المقعد، ادخل اللسان المعدني داخل الطرف الآخر ثم يشد طرفه حتى يضيق، ولفك الحزام يرفع الغطاء المعدني لأعلى. حرصا على سلامتكم، نوصي بربط حزام المقعد طوال الرحلة طالما كنتم جالسين في أماكنكم. طبقا لتعليمات سلطات الطيران المدني المصري، نوجه عناية حضراتكم أن التدخين ممنوع على متن الطائرة طوال الرحلة، كما أن جميع دورات المياه مجهزة بأجهزة لكشف الدخان. يوجد على هذه الطائرة 4 مخارج تستخدم في حالات الخروج الاضطراري، بابان في مقدمة الطائرة وبابان بالخلف، كما يوجد بها 4 مخارج فوق الأجنحة، 2 على كل جانب، وهي مزودة بمنزلقات للنجاة، كما أنها مميزة بعلامات خروج مضيئة. فبرجاء التعرف على أقرب هذه المخارج إليكم. إذا حدث تغيير مفاجئ في ضغط الهواء داخل الطائرة، فسوف تفتح من أعلى طاقة صغيرة يتدلى منها قناع الأكسجين. إذا حدث ذلك، اجذب أقرب قناع إليك بشدة وضعه فوق الأنف والفم. ثبت القناع فوق الأنف والفم بإحكام الرباط المطاطي على الرأس مع شد طرفي الرباط حتى يضيق، ثم تنفس بطريقة طبيعية من خلال القناع حتى نعلن أنه يمكن الاستغناء عنه. في حالة وجود أطفال أو أفراد يحتاجون إلى المساعدة، ضع القناع الخاص بك أولا ثم ساعد الآخرين على استعماله. إن طوق النجاة موجود بجيب أسفل المقعد أو أسفل الذراع الأوسط للمقعد. يجب عدم إخراج الطوق من مكانه إلا بتعليمات من طاقم الطائرة. أدخل رأسك داخل الطوق، لف الحزام حول الخصر، ثم قم بربطه بوضع المشبك في الحلقة. يشد طرفي الحزام حتى يضيق. يملأ الطوق فقط عند الخروج من الطائرة. عند الخروج من الطائرة يملأ الطوق بشد السدادات الحمراء. يستكمل ملء الطوق بالفم إذا لزم الأمر. سوف يضاء نور الطوق تلقائيا عند جذب خيط البطارية، ولن يتم ذلك إلا في الماء. لمزيد من معلومات الأمان، برجاء مراجعة بطاقة تعليمات الأمان الموجودة بجيب المقعد الذي أمامكم، حيث إن بها تعليمات الأمان الخاصة بالطائرة. شكرا لحسن استماعكم، كما نشكركم على اختياركم مصر للطيران.
مصر للطيران تتمنى لكم رحلة سعيدة. Dear guests, welcome aboard Egypt Air.